يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره الحلقه التاسعه والعشرون بعد المئتين انها حلقه خاصه عنوانها رساله مفتوحة إلى مراجع النجف خمسة وعشرين صفر ألف وأربعمية وثلاثة وأربعين هجري قمري الروايه عن امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن امامنا السجاد ماذا يقول كاني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكاني بالاسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به واعتقد هذا الوصف الان ينطبق بشكل قوي جدا فلا تذهب الايام والليالي حتى يسار اليه من الافاق من كل مكان هذا الوصف لا ينطبق الا في هذه السنوات الاخيره. خصوصا في زياره الاربعين او في الزياره الشعبانيه. يسار اليه من الافاق من الافاق يعني من مختلف الاصقاع والامكنه. يسار اليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كاني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكاني بالاسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الايام والليالي حتى يسار اليه من الافاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان يعني الفتره الامويه المروانيه الروايات حدثتنا عن انتهاء الفتره الامويه المروانيه وتاتي بعدها الفتره العباسيه وبعد الفتره العباسيه ياتي امام زماننا بالمجمل مضامين الروايه لا تنطبق بشكل واضح وصريح الا على زماننا هذا وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي يسار اليه من الافاق يسار الى الحسين متى كانت هذه الحاله في السابق ولا تذهب الليالي والايام حتى يسار اليه من الافاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان وانقطع ملك بني مروان في العراق وسارت الناس من الافاق الى الحسين ونحن بانتظار البقيه حديثي سيكون مباشرا مع مراجع النجف واقول لهم رسالتي هذه موجهه اليكم انني لا اوجه حديثي الى الشيعه وخصوصا الى اتباعكم ومقلديكم لماذا لانهم لا يعرفون ما يجري في الكواليس فانا اعرف ما يجري في الكواليس وانتم كذلك تعرفون ما يجري في الكواليس بتعبيرنا في الثقافه الشعبيه العراقيه احنا اولاد القريه وكل من يعرف خيه اتباعكم مقلدوكم اتباعكم مقلدونكم لا يعرفون الحقيقه وليس هم على اطلاع بما يجري في كواليسكم ولذا فان خطابي لا اوجهه اليهم سابدا من البيان الذي صدر من مكتب السيستاني بشان الانتخابات واضع سؤالا هذا السؤال اوجهه لكم جميعا للسيستاني ولبقيه مراجع النجف الى متى ستبقون تكذبون على الشيعه الى متى فهذا البيان بيان ضحك على الذقون ما انتم تعرفون وانا عارف ايضا من ان القضيه قد رتبت وتمت الاتفاقات، وكل هذا الذي يتحدث عنه البيان كذب في كذب. أقرأ عليكم مما جاء في بيان مكتب السيستاني. رسالتي ليست بخصوص الانتخابات، وانما رسالتي جاءت في سياقها الخاص بها لكن ذكري لبيان الانتخابات الذي صدر من مكتب السيستاني جاء على سبيل المثال هكذا يقول بيان مكتب السيستاني وعلى الناخبين الكرام ان ياخذوا العبره والدروس من التجارب الماضيه ويعوا قيمه اصواتهم ودورها المهمه في رسم مستقبل البلد وكانهم يحترمون اصوات الناخبين فيستغل هذه الفرصه المهمه لاحداث تغيير حقيقي في اداره الدوله وابعاد الايادي الفاسده ما هي الرؤوس الفاسده التي انتم تدافعون عنها وتسترون ما هي الرؤوس الفاسده الكبيره التي انتم تدافعون عنها وتتسترون عليها وانتم الذين سلطتموهم سابقا في الدورات السابقه وجعلتم منهم رؤساء وزراء هم هم الذين يتراسون الاوضاع الان لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة وهو أمر ممكن إن تكاتف الواعون وشاركوا في التصويت بصورة فاعلة وأحسنوا الاختيار وهل أن محمد رضا السيستاني سيعمل بالنتائج التي تكون بسبب أصوات المشتركين في الاقتراع الانتخابي وبخلاف ذلك فسوف تتكرر إخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها من الذي جاء بالحكومات المنبثقة عنها رؤساء الوزراء من الذي جاء برؤساء الوزراء السيستاني المرجع الأعلى وولده محمد رضا ولا تحين مندم والمرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرحت بمثله كذبا مرجعية كذابة دجالة مرجعية كذابة دجالة تضحك على الشيعة والمرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرحت بمثله قبيل الانتخابات الماضيه من انها لا تساند اي مرشح او قائمه انتخابيه على الاطلاق وما معنى الاتفاق الذي عقد فيما بين محمد رضا السيستاني ومقتدى الصدر قبل مده قصيره ما معنى هذا الاتفاق وقد اطلق محمد رضا السيستاني يد مقتدى الصدر في الوضع السياسي كي يكون معينا له في الوصول الى المرجعيه بعد موت ابيه والمرجعية الدينية العليا تؤكد كذبا وزورا، تؤكد اليوم ما صرحت بمثله قبيل الانتخابات الماضية من انها لا تساند اي مرشح او قائمة انتخابية على الاطلاق، فمن الذي جاء بعادل عبد المهدي الذي لم يكن مشاركا في الانتخابات اصلا؟ وليس له من حزب أو كتلة أو مجموعة جاءوا به وعينوه رئيسا للوزراء قبل الانتخابات وكل ذلك بتخطيط من محمد رضا السيستاني فأي كذب وأي دجل هذا والمرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرحت بمثله قبيل الانتخابات الماضيه من انها لا تساند اي مرشح او قائمه انتخابيه على الاطلاق كذابون وحق الزهراء البتول كذابون كذابون كذابون, كذابون وان الامر كله متروك لقناعه الناخبين وما تستقر عليه ارائهم ولكنها تؤكد عليهم بان يدققوا في سير المرشحين في دوائرهم الانتخابيه، لماذا لم تدققوا انتم في انتخابكم لرؤساء الوزراء منذ سنه 2003 والى يومنا هذا، لماذا لم تدققوا في سيرهم؟ وكل ما تطمحون اليه ان يتستروا على فسادكم وان يكونوا اعوانا لكم في مشاريعكم الفاسده المخالفه للدستور وللقوانين ولكنها يعني المرجعيه تؤكد عليهم بان يدققوا في سير المرشحين في دوائرهم الانتخابية ولا ينتخبوا منهم إلا الصالح النزيه الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره المؤتمن على قيمه الأصيلة وهذا الحرص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره ان يلقي به السيستاني في احضان العرب اعداء العراق بعيدا عن ايران لا لان ايران تسبب ضررا للعراق من وجهه نظره وانما هو خائف من الايرانيين ان يتدخلوا في شان المرجعيه من بعده فلا يستطيع ولده محمد رضا ان يكون المرجع الاعلى في النجف ولذا قال ما قال لعمرو موسى وساعرض لكم ساعرض لكم مثل ما عرضت لكم في الحلقات الماضيه خيانه السيستاني هذا ودجله خيانه السيستاني هذا ودجله وكذبه، ولا ينتخب منهم الا الصالح النزيه الحريص على سياده العراق وامنه وازدهاره المؤتمن على قيمه الاصيله مثلما ائتمنت من ائتمنت على حرم الحسين وحافظ على القيم الاصيله يا ايها السيستاني بالتوقيع على الادبار هذه هي القيم الاصيله المؤتمن على قيمه الاصيله ومصالحه العليا وحذاري حذاري ان يمكنوا اشخاصا غير اكفاء او متورطين بالفساد ما انتم تفعلون هذا او اطرافا لا تؤمنوا بثوابت الشعب العراقي الكريم او تعملوا خارج اطار الدستور ما انتم تعملون خارج اطار الدستور وانتم الذين عبثتم بالدستور انتم واتباعكم او تعمل خارج اطار الدستور من شغل مقاعد مجلس النواب لما في ذلك من مخاطر كبيره على مستقبل البلد هذا الكلام كله كذب في كذب يظهرون حرصهم على اصوات الناخبين وهم لا يشترونها بفلس لا يعبؤون بها حينما يناصبون رئيس وزراء يتحدثون عن اختيار الصالحين وهم لا يختارون الا الفاسدين لان الفاسدين بالنسبه لهم ستر غطى ستر غطى على فسادهم يتحدثون عن الدستور وهم الذين اسسوا العبث بالدستور رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه وائل عبد اللطيف عبر قناه التغيير وفي برنامج من بغداد يتحدث عن ممثلي السيستاني في كتابه الدستور ولجنه كتابه الدستور 28 بها من الائتلاف اربعه ممثلين عن المرجعيه السيد احمد الصافي السيد علي عبد الحكيم الصافي السيد عبد الهادي الحكيم والسيد حبيب رجاء أعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهدون من المعلومات ولجنة كتابة الدستور 28 بيها من الائتلاف أربعة ممثلين عن المرجعية السيد أحمد الصافي السيد علي عبد الحكيم الصافي السيد عبد الهادي الحكيم والسيد حبيب وانتقل بكم الى ضياء الشكرشي ممن كان في اجواء كتابه الدستور كان اسلاميا وبعد ذلك خرج من جو الاسلاميين من دون مقدمات يحدثنا عن الجهه التي كانت تعبث بالدستور عبر قناه العراقيه الاخباريه وهي القناه الرسميه القناه العراقيه الاخباريه يحدثنا ضياء الشكرج كنت مقرر اللجنه الاولى، لجنه المبادئ الاساسيه، م. ولكن بعد الجلسه الخامسه من لهذه اللجنه اعتذرت عن مواصله دوري لانه ضغط علي من اجل ان اكتب التقارير او المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنه السورية يعني كان يطلب مني ان ادرج ما لم يقر في اللجنه. من الذي ضغط عليك؟ ما قد اقر. من آه الذي سي نعم؟ من الذي ضغط عليك قلت؟ رئيس رئيس لجنه المبادئ رئيس لجنه المبادئ الاساسيه لجنة الاولى الاولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما آه اكتبها واطبعها وأطلب اقراها كان بالواقع ثم يطلب مني ان اسحبها من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنه المبادئ؟ هو معروف معروف ضروري اذكر اسمه يعني ضروري اذكر اسمه يعني هسه احنا ورا سنة كان, سنة. كان السيد احمد الصافي احمد الصافي ممثل المرجعيه زين كان احمد الصافي رئيس لجنه المبادئ الاساسيه مم. وهو وايضا رئيس لجنه كتابه الدستور هما حمودي سرب صيغه غير متفق عليها الى جريده الصباح في في وقتها يعني صيغه ما متفق عليها والدعي انه هذه قد جرى الاتفاق عليها وأدرجوا اشياء ابدا غير متفق عليها وعبر برنامج من بغداد على قناه التغيير ايضا ضياء الشكرتشي يتحدث عن نفس هذه الواقعه بشيء من التفصيل فوبعدين بعدين المجلس الاعلى والمرجعيه كانوا مسؤولين عن تسريب نسخه مزوره من الدستور الاستاذ وائل ما يدري بها الى الى جريده الصباح باشياء غير متفق عليها باشياء غير متفق بها ثبتوا بال... طبعا المشكله ربما الباب الثاني اللي كان باستاذ وائل هنا بس سؤال سؤال اعتراضي لكن المشكله بالسؤال سؤال سؤال اعتراضي الأول هو هو حتى تكمل سؤال اعتراضي اللي كتب الدستور نعم هي القوى السياسيه والاحزاب التي كانت معارضه شنو علاقه المرجعيه؟ مرجعية شنو حزب سياسي؟ انا بالنسبه للجنه الاولى لجنه كتابه المبادئ الاساسيه بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر أي. لكن من طلب مني سيد احمد الصافي ان اكتب التقارير بمعنى بمعنى المحاضر على غير ما ما قررنا اعتذرت طلبها مرتين مني اعتذرت وانسحبت كمقرر بداوا يجتمعون بدوني همام حمودي يصدر علي فيتو بأن يقعدون 55 20 مره ارفع ايدي ما ادري اسمه كان الدكتور حسين ما ادري ايش كردي متدين كان هو يطيء الدور لما رحت عليه قلت له يا دكتور شنو معقول ما تشوفني؟ قال لي والله اوامر قال لي اوامر اوامر ان لا اعطى دور ها هذا الواقع كان جمعنا السيد احمد الصافي خلي اقولها بمقر المجلس الاعلى ها وقال لنا كان رايح للنجف وراجع يراجع محمد رضا سيستاني ويرجع قال لنا انا اريد الان اضع امامكم انتم اعضاء لجنه كتابه الدكتور من الائتلاف العراقي الموحد يعني الشيعه الاسلامويين اريد اضع امامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوزها اللي مختلف لا يقول رايه خليه يأيد ما احنا نريده او يسكت <applause> بدا يعدل الخطوط الحمراء انا شلت جنط سديت جنطتي وقلت له ما اعتذر عندي هو هذا هو احترام آراء السياسيين الذين انتخبوا لكتابة الدستور فأية قيمة لأهراء عامة أبناء الشعب العراقي عند هذه المرجعية هذه المرجعية مرجعية كذابة دجالة تضحك عليكم أنا أوجه خطابي بالدرجة الأولى إلى مراجع النجف إلى السيستاني وإلى البقية فإذا كان السيستاني هكذا يضحك على الشيعة لماذا أنتم ساكتون الباقون بقية المراجع فأنتم أيضا في الخانة نفسها أنتم كذابون دجالون كحال السيستاني هذه الحقائق لا يستطيعون انكارها مثلما عبثوا بالدستور عبثوا بالقوانين وعبثوا بمصير الشيعه في العراق وعبثوا بدينهم وعقائدهم وهذا هو ديدن مراجع النجف وكربلاء منذ سنه 448 وثمانيه واربعين للهجره حينما اسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومه في النجف نصبوا انفسهم نوابا عن صاحب الزمان وصاحب الزمان لم ينصبهم من دون دليل على ذلك وجعلوا من انفسهم اولياء امور للشيعه وهم لا يمتلكون هذه الولايه ولا يمتلكون الكفاءه كذلك فاطمه التي بصريح القران سبحانه وتعالى ينصبها قيمه على الدين ينكرون قيمومتها وينصبون انفسهم قيمين على الدين وعلى الشيعه وهم بحاجه الى قيم لانهم سفهاء. سفهاء تركوا تفسير علي واهل علي للقران وذهبوا الى تفاسير اعداء علي وال علي. تركوا بيعه الغدير وذهبوا الى نقضها وغدروا بها. في أحسن أحوالهم هؤلاء سفهاء إذا لم أصفهم بهذا الوصف فلا بد أن أصفهم بأنهم كفار أنجاس فأنا لا أريد أن أصفهم بهذا الوصف سأصفهم بأنهم سفهاء بأنهم أغبياء بأنهم حمقى هذا هو واقعهم، واقع مراجع النجف منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا لماذا تركوا منهج عليا وآل علي وذهبوا إلى منهج الشوافع والمعتزلة وبعد ذلك ذهبوا إلى منهج الصوفيين والقطبيين في زماننا، لماذا؟ هذه اما هي ضلاله مستحكمه في نفوسهم واما هي سفاهه وسخف وغباء وجهل وجهاله كيف تفسرون هذا الذي يجري في واقعنا الشيعي الان وما جرى في القرون الماضيه هذا هو بيان السيستاني يحترم اصوات الناخبين هم لا يحترمون اصوات الذين انتخبوا من وجهاء القوم من ساسه الشيعه كي يكتبوا الدستور فهل تتوقعون ان يحترموا اصواتكم انتم؟ انتم الذين يصفونكم بانكم بهائم صدقوني صدقوني والمراجع يسمعون يصفون اتباعهم بالبهائم من المكاتب يتصلون بوكلائهم فيقولون للوكيل بلغ البهائم اللي يمك كذا وكذا والله هكذا يقولون لهم بلغ البهائم اللي يمك هكذا وهكذا وهم يقولون ما دام الشيعه على حالهم البهائم هذا فنحن في خير هذا منطق الجميع من دون استثناء لا استثني احدا هذا منطقهم جميعا صدقوني وانا اتفق معهم انا لا اختلف معهم في هاتين النقطتين في النقطة الأولى يقولون من أن شيعة العراق غدرة فجرة هذا الكلام فيما بينهم لا يقولون هذا الكلام لكم يوصون أبنائهم يوصون أصهارهم يوصون وكلاءهم يوصون القريبين منهم احذروا من شيعه العراق فانهم غدره فجره وانا اتفق معهم على هذا هذا تاريخ شيعه العراق صدقوني هذا هو الكلام الذي يقولونه في اوساطهم وثانيا يقولون نحن لا نخشى من المثقفين ومن اصحاب الوعي ما دام البهائم يلوذون في فنائنا وهم يقولون من ان هؤلاء البهائم يريدون منا ان نركبهم وهم يرتاحون لركوبنا على ظهورهم بالضبط انه منطق الوثيقه الديخيه كثيرون يشكلون على كمال الحيدري ما قاله في الوثيقه الديخيه لكنني اقول لكم ما قاله كمال الحيدري يقوله الجميع هذا كلام الجميع وبالمناسبه كمال الحيدري هو نقل كلاما عن مرجع اخر وحدثه عن مرجع ثالث حدثه عن المراجع الاخرين من انهم ركبوا على ظهور الشيعه وقالوا لهم ديخ كمال الحيدري كان ناقلا لكلامهم قطعا هو يقول نفس الكلام والجميع يقولون نفس الكلام وانا اقول مثلهم لان واقع الشيعه هو هذا لكن من الذي جعل الشيعه هكذا منهج حوزه النجف مراجع النجف انهم شيعه الطوسي فصار الشيعه ما هم بشيعه لصاحب الزمان صاروا شيعه لمنهج الطوسي صاروا شيعه لمراجع النجف صدقوني هذا هو الكلام الذي يدور في مكاتب المراجع وفي مجالسهم الخاصه من ان شيعة العراق غدرة فجرة وأنا أتفق معهم على ذلك ومن أن الشيعة بهائم وأنا أتفق معهم على ذلك فهذا هو الواقع أتحفونا أتحفونا بالوثيقة الديخية المباركة ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي على شنو مستعجل على شنو مستعجل قلت له أخر ما توصل النوبة هي قال توصل اطمئن تركبهم يعني اه اش يعني؟ تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي مش آه. تركب يعني خلاقه اغمي شنو؟ ديخ العربية والنص عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركبنا فلان ديخ لا مو علم اجمالي هذا واقع <applause> <applause> واقع الشيعه لا في واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه والله هذا واقع الشيعه حقيقه هذا هو واقع الشيعه تركبهم وتقول لهم ديخ وهذا البيان مصداق من مصادق التربيه المرجعيه الديخيه للشيعه فما يجري في كواليس مرجعيه السيستاني بالضبط بالضبط هو نقيض هذا الذي جاء في بيانهم لأنهم لا يحترمون أصوات الناخبين ولا يعبؤون لا بالدستور ولا بغير الدستور ويتعاونون إلى أبعد الحدود مع كبار الفاسدين والأيام بيننا ما هي الانتخابات ستاتي وستتبين النتائج وشيئا فشيئا ستتكشف الحقائق للجميع اما انا فعارف بما جرى ويجري في الكواليس وكذلك مراجع النجف هم عارفون ايضا كيف يعرفون هل ان مكتب السيستاني يبلغهم ابدا هناك جواسيس مثلما لمحمد رضا السيستاني جواسيس على كل المراجع هناك للمراجع جواسيس على بعضهم ولهم جواسيس ايضا على مكتب السيستاني وعلى مجريات امور محمد رضا السيستاني هذه القضيه معروفه في أجواء المرجعيات قضية الجواسيس الجميع يتجسس على الجميع رجاء أعيدوا لنا فيديو ضياء الشكرشي الثاني كي يتأكد المشاهدون من التفاصيل وبعدين بعدين المجلس الاعلى والمرجعيه كانوا مسؤولين عن تسريب نسخه مزوره من الدستور الاستاذ وائل ما يدري بها الى الى جريده الصباح باشياء غير متفق عليها باشياء غير متفق بها ثبتوا طبعا المشكله ربما الباب الثاني اللي كان بإستاذ وائل هنا بس سؤال, سؤال اعتراضي لكن المشكلة سؤال هو سؤال الاول سؤال اعتراضي هو هو استاذ صاحب حتى تكمل سؤال اعتراضي اللي كتب الدستور نعم هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة شنو علاقة المرجعية مرجعية شنو حزب سياسي أنا بالنسبة للجنة الأولى لجنة كتابة المبادئ الأساسية بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر أي. لكن من طلب مني سيد احمد الصافي ان اكتب التقارير بمعنى بمعنى المحاضر على غير ما ما قررنا اعتذرت طلبها مرتين مني اعتذرت وانسحبت كمقرر بداوا يجتمعون بدوني همام حمودي صدر علي فيتو بأن يقعدون 55 20 مره ارفع ايدي ما ادري شو اسمه كان الدكتور حسين ما ادري ايش كردي متدين كان هو يعطي الدور لما رحت عليه قلت له يا دكتور شنو ما معقول ما تشوفني؟ قال لي والله اوامر قال لي اوامر اوامر ان لا اعطى دور ها هذا الواقع كان جماعنا السيد احمد الصافي خلي اقولها بمقر المجلس الاعلى ها وقال لنا كان رايح للنجف وراجع يراجع محمد رضا سيستاني ويرجع يقل لنا أنا أريد الآن أضع أمامكم أنتم أعضاء لجنة كتابة الدستور من الإئتلاف العراقي الموحد يعني شيء إسلامويين أريد أضع أمامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوزها اللي مختلف لا يقول رأيه خليه يؤيد ما إحنا نريده أو يسكت م. بدأ يعدد الخطوط الحمراء أنا شلت جنط سديت جنطتي وقلت لهم معتذر عندي موعد آخر